أحسن الله إليك يا شيخ. ما حكم ما يفعله بعض الأئمة من يتعرض ما يفعله بعض الأئمة نعم في صلاة الجمعة من قراءة سورة السجدة في الركعتين أو قراءة سورة الإنسان في الركعتين؟ نعم، لا شك أن هذا خطأ فاحش، لأن كونه يقسم السورة الواحدة بين الركعتين يعني أن فعل الرسول عليه الصلاة والسلام ليس بصواب، نسأل الله العافية. هل هو أعلم بما يرضي الله من رسول الله؟ الجواب لا. هل هو أرفق بعباد الله من رسول الله؟ لا. إذن ليش تعدى الحدود؟ إن كان يريد أن يقرأ السورتين كاملتين كما جاءت في السنة فهذا لا شك أنه حسن وطيب ويدعى له، وإن كان لا يريد قراءتهم يقرأ ما تيسر من القرآن غيرهم. أما أن يأتي يقسم السنة ويوزعها، سبحان الله، كيف يلاقي الله عز وجل يوم القيامة؟ أنا لا أدري ماذا يجيب. ويوم يناديهم فيقول ماذا أعجبتم المرسلين؟ والرسول قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فأنت إما أن تصلي كما صلى الرسول تقرأ السجدة في الأولى وهل أتى في الثانية، وإلا فاعجل إلى آية إلى سورة أخرى. ومن رأيت من هؤلاء فانصح، قل يا أخي لا تكن يوم القيامة خصما للرسول، تخالفه صراحة واضحة. نعم، طيب قد يقول إنه يشق على الناس، نقول نعم يشق على الناس لأنكم ما عودتموه، لو اعتادوا هذا لهان. ثم إنكم لستم أرفق بالناس ممن قال إذا أمن أحدكم الناس فليخطئ. قد يقول إن عندي مثلا شيبان وعندي مرضى يقعد الشايب، الحمد لله إذا تعب يجلس. نعم.